احنا كان لينا 10 مباريات معاهم، كسبنا فيهم 9 مباريات، فان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في المباراة القادمة. والحقيقة انه اعتقد كمان المنتخب اللي هيقدر يحافظ على الاجراءات الاحترازية ويحمي اللعيبة بتاعته من موجة اوميكرون هو المنتخب اللي اعتقد انه هيوصل كمان. وعلى ذكر كورونا، وزارة الصحة اوصت بمنح الحوامل لقاحات كورونا، لأن الدراسات أثبتت أنه لقاح كورونا فعال في حماية السيدات الحوامل وحماية أطفالهم في 6 شهور الأولى من الرضاعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع من الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني. صباح الخير عليك يا دكتور. يعني الحوامل هيخافوا من تشوهات الأجنة فيما يخص أنهم ياخدوا اللقاح، فهل في فترة معينة أثناء الحمل هي فترة آمنة مثلا لأخذ اللقاحات لو بنتكلم في 3 شهور اللي في النص؟ صباح الخير عليكم. في البداية يمكن نقول احنا من بداية الجائحة واحنا بنتكلم نقول ان الحوامل واحدة من المجموعات الأكثر عرضة للمضاعفات والمشاكل من الكورونا. يمكن نقول ان الحمل ده عبارة عن شركة حيوان منوي قابل بويضة، فنص الحمل من بره جسم الست، فأثناء الحمل مناعة الست بتضعف، عشان لو مناعتها ما ضعفتش ممكن يحصل إجهاض، بس مقابل كده هي بتبقى أكثر عرضة للمشاكل والالتهابات. ممكن يجي لها التهابات في الجهاز التنفسي والبرد بصفة عامة ومضاعفات أكتر. فكنا دايما بننصح الحوامل من أول الجائحة، لو حضرتك تفتكري كنا الأول دايما بنقول لهم إن أنتم من المجموعات الأكثر عرضة وإن إحنا نخلي بالنا. دلوقتي وبقالنا كذا شهر بنتكلم عن التوصيات إن إحنا إن الحوامل ياخدوا اللقاح، بس يمكن نطمن الحوامل ونقول لهم إن اللقاح اللي بيتصنع بيه الكورونا هي نفس الطريقه اللي انواع كثيره من اللقاحات، وامنه اثناء الحمل، بس دايما اي دواء اثناء الحمل بيتاخد بعد اول 3 شهور. يبقى امتى ناخد اللقاح؟ بعد اول 3 شهور من الحمل. اشمعنى؟ اول 3 شهور ما بناخدش فيهم اي ادويه ولا لقاحات. طب هل يا ترى هو الجهاز العصبي؟ علشان كده احنا بناكد على مساله انهم ما يخافوش من لا قدر الله مساله التشوه او الكلام ده. هي في أول 3 شهور هي دي فترة تكوين الجنين، فبصفة عامة أنا دايماً بقول للستات ما ناخدش أي دواء إلا لما بالرجوع إلى الطبيب. طب إيه فايدة التطعيم؟ التطعيم هو هيحمي الست من الإصابة من الكورونا، طب لو جات لها الكورونا هيخلي المضاعفات تكون أقل، يعني بدل ما يجي لها نوع شديد يجي لها نوع يكون بسيط. فبالتالي إن إحنا بنأكد نقول التطعيم مهم للسيدات الحوامل بس بعد أول 3 شهور. طب السؤال اللي بعدين اتسأل، اي نوع تطعيم يفرق؟ نقول لا، اي نوع من انواع التطعيمات اللي موجوده في مصر ينفع ان هي الست الحامل. مفيش افضليه يعني يا فندم. ما نقدرش نقول، احنا في الاخر حركة احنا بنتكلم على جائحه بقالها حوالي 2 سنين، بنتكلم عن تطعيم جديد، فالدراسات اتعملت على انواع تطعيمات كتير، بس نقدر نقول ان كان يمكن الافضليه اللي اتعمل عليهم اكتر انواع الدراسات هي النوع اللي هو الفايزر، اللي هي كانت لان اكتر دراسات اتعملت كانت في الولايات المتحده الامريكيه، اتعملت على عدد كبير جدا من السيدات الحوامل، بنتكلم على اكتر من 140 الف ست حامل. فنقول اكتر انواع دراسات اتعملت كانت عن التطعيم اللي هو الامريكي، سواء فايزر او موديرنا، دولت اكتر تطعيمات اتعملت عليهم، بس برضو حتى برضو كان في انجلترا بياخدوا عادي الاسترازينجا. فاحنا بالنسبه لنا هنا في مصر نقول الست الحامل تاخد ايوه التطعيم، ننصحها ان هي تاخده بس بعد اول 3 شهور. بس دايما عاوز اكد على معلومه، التطعيم لوحده مش هو الحل. التطعيم ده جزء من خطه، الخطه دي فيها فكره ان انا دايما بقول للحامل استخبي على قد ما تقدري، او لا اقفلي الباب وافتحي الشباك. يعني ايه اقفلي الباب؟ يعني ما تخرجيش الا للضروره، يعني لو انت ما بتشتغليش قللي خروجك على قد ما تقدري. اقفلي الباب يعني ايه؟ يعني ما تعمليش في بيتك عزومات ويجي لك ناس زيارات. افتحي الشباك يعني ايه؟ يعني دايما التهويه مهمه، افتحي الشباك عشان الشمس مصدر مهم جدا لفيتامين د، اقول لها مهم جدا التغذيه، الاكل اللي غني بفيتامين سي والمشروبات الغنيه بفيتامين سي، الاكل اللي غني بفيتامين د مهم جدا. اقول للست ابعدي تماما عن التوتر النفسي والعصبي، التوتر النفسي والعصبي بيقللوا جدا المناعه، ابعدي تماما عن التدخين، لا انت تدخني ولا جوزك مسموح له انه يدخن، ولو انت في الشغل ما يكونش في حد حواليك بيدخن، ما تخرجيش الا وانت معاكي الماسك، التباعد الاجتماعي، ما نقعدش في اماكن زحمه، ما نزورش اي حد. مشددة شويه كمان، وفي اجراءات مختلفه كمان عن الاجراءات العاديه. طيب دي توصيات، الدراسات قالت انه فعال لقاح في حمايه سيدات الحوامل وحمايه اطفالهم في ال6 شهور الاولى من الرضاعه، هل وارد ان اطفالهم حديثي الولاده يجي لهم كورونا؟ طبعا، عشان كده بنقول ان التطعيم بيحمي الست، وعشان كده تعالى نقسم بقى نقول هي الدراسه قالت ايه. هم الدراسه قسمت الستات الى 3 مجموعات،
الست الحامل قالت تاخد بعد اول 3 شهور، طب لو ست بترضع تاخد برضه التطعيم، يعني لو ست بترضع وما خدتش التطعيم قبل كده تاخد التطعيم، اه مهم جدا لحمايه الست، وكمان انه هينزل في لبن الام وهيعمل اجسام مضاده ويحمي الطفل، فبالتالي نقول لو ست بترضع خدي التطعيم امان جدا، بالعكس التطعيم هيحمي طفلك. طب المجموعه الثالثه لو ان هي ست مش حامل وبتخطط للحمل، اقول لها انصحها خدي التطعيم، لان انت لما تاخدي التطعيم قبل الحمل وتحملي يبقى انت اثناء الحمل انت محميه باثر التطعيم اللي انت كنت واخداه. فلو قسمنا السيدات الى 3 مجموعات، الحامل نقول لها بعد اول 3 شهور، اللي بترضع نقول لها خدي التطعيم في اي وقت، سواء بترضعي في اول 6 شهور الرضاعه ولا بعد اول 6 شهور، لو بتخططي للحمل خدي برضو التطعيم. فنقدر ناكد دايما نقول التطعيم واحد من اسلحه المهمه للحمايه من الكورونا. طيب لو تقول لنا يا دكتور ايه البلاد اللي يعني اخذت خطوات تاني؟ حضرتك كنت بتتكلم عن الولايات المتحده في مساله تطعيم الحوامل. كل دول العالم، انا يمكن الولايات المتحده الامريكيه عشان هي كان اكتر دوله تم فيها عمل دراسات على التطعيم اللي هو الامريكي اللي هو الفايزر. ونتاج هذه الدراسات يا دكتور المفارقه ما بين الحوامل اللي اخذوا اللقاح والحوامل اللي ما اخذوش اللقاح. ما هو بناء على هذا العدد الكبير، ان احنا بنتكلم في اكتر من 140 الف ست حامل، ان هم نصحوا الستات في الاخر، يعني التوصيه خلي بالك حضرتك التوصيه تدرجت. الاول كان التوصيه كان قالوا ان التطعيم ما بيتاخدش للسيدات الحوامل، بعد الدراسات قالوا التطعيم يتاخد للسيدات الحوامل الاكثر خطوره، اللي هم يعني ايه الاكثر خطوره؟ يعني اللي هي الست لو هي دكتوره او هي ممرضه او لو سنها كبير فوق سن 40 سنه او عندها مرض يضعف مناعتها زي مريضه السكر او بتاخد ادويه عندها مرض مناعي، بعد كده تتغيرت التوصيات وبقت ان كل السيدات الحوامل ياخدوا التطعيم. يعني زي ما قلت لحضرتك الدراسات الاول مرت بكذا مرحله، من مرحله ان احنا لا لسه ما فيش كلام عن الحوامل، لان احنا هياخد بس الحوامل اللي عندهم عوامل خطر زي السكر او سن مرتفع او ان هم بياخدوا ادويه تضعف المناعه، الى المجموعه الاخيره ان كل الحوامل بصرف النظر عن السن عن الشغل عن حالتها المرضيه ان هي تاخد التطعيم. عظيم، اتكلمت حضرتك في نقطة مهمة جدا وهي السن. سن الحوامل ما يفرقش، عشان برضو ان احنا بنتعامل دلوقتي مع الحوامل السيدة الحامل على ان هي شخص عادي خالص، فمش هيفرق السن في نوع اللقاح. لا مش هيفرق، ويمكن ناكد تاني حاجة على قصة السن، هم في البدايات قبل ما كانوا يقولوا يعمموه على كل الحوامل كانوا بينصحوا اللي ياخدوه الستات الكبار في السن، يعني قالوا لو ست حامل وعندها 40 سنة دي كانت أكتر واحدة تاخد، لأن حضرتك يمكن كل ما السن بيكبر، يعني مثلا ست لما تبقى حامل وعندها 40 سنة بتبقى مناعتها بتبقى أضعف، بتبقى احتمالية إن عندها أمراض مزمنة تقلل المناعة زي الضغط والسكر بتبقى أعلى، لأن حضرتك دايما بنقول إيه؟ التقدم في العمر يساوي ان المناعه بتقل، يساوي ان يبقى في امراض مزمنه زي الضغط والسكر، وكل الحاجات دي بتاثر على المناعه. احنا دايما بناكد نقول هي حرب ما بين الفيروس وما بين الجهاز المناعي، انت هدفك انك تتجنب الفيروس بالتباعد الاجتماعي زي ما قلنا، وانك في نفس الوقت تحافظ على قوه الجهاز المناعي زي ما قلنا بقصه الاكل والشرب والبعد عن التدخين، وان احنا دايما نبعد عن التوتر وان احنا نلعب رياضه. طيب كمان يا دكتور عمرو، هو اصلا مثلا في حد حامل يقول لك انا اصلا خدت لقاح الانفلونزا، هل ده يغني؟ ولو اخدوه يسيبوا فرق بينه وبين لقاح كورونا قد ايه؟ احنا دايما نقول ان لقاح الانفلونزا هو امن اثناء الحمل، يبقى لان طريقه تصنيع ما هو عشان كده بقول لك يا دكتور انه احيانا ممكن يكون في افضليه بالنسبه للست الحامل، هي قلقانه ومش عايز تاخد اللقاح فانا خدت لقاح الانفلونزا، فهل ده يكفيني عن انه انا اخد لقاح كورونا؟ نقول ان هو مش ان هو لا يغني عنه، بس احنا ناكد لقاح الانفلونزا امان، بس احنا نقول برضه وهام اعتقد كمان في برد زي ده، يعني هام انها تاخد لقاح الانفلونزا كمان. نقول ان هو امان، بس في نفس الوقت نقول ان هو لا يغني ولا ومش هيقيها من دور الكورونا نفسه اللي هو اللي موجود، فيعني يمكن بناكد ان احنا لو احنا عاوزين بنتكلم هنا عن الكورونا والوقايه من الكورونا فاحنا بنتكلم عن تطعيم الكورونا. طب هياخدوا الاثنين في الثلاث شهور اللي في النص، الفرق بينهم قد ايه بين لقاح الانفلونزا ولقاح كورونا؟ لا يعني لو هنتكلم احنا هناخد ده ولا ناخد ده، يبقى احنا بنتكلم ان احنا ناخد تطعيم الكورونا. يعني لو انا الست الحامل وده ده يغنيني على ان انا اخد لقاح الانفلونزا؟ طبعا مش هتحتاج خلاص، لان هيكون مع تطعيم الكورونا مش هتحتاج ان هي تاخد تطعيم الانفلونزا. طيب نخوفهم بقى شويه دكتور، مخاطر عدم تطعيم الحوامل بلقاح كورونا. يعني احنا نخوفهم من الكورونا نفسها، يعني نقدر نقول الكورونا هي ايه مشكله الكورونا؟
مشكلة الكورونا إن هي ممكن تؤدي إلى زيادة احتمالية الولادة المبكرة. ليه؟ إن إحنا دلوقتي الست لما يجي لها مشكلة في الجهاز التنفسي وطول الوقت قاعدة بتكح، قد يكون احتمالية الولادة المبكرة أعلى. احتمالية الولادة المبكرة أعلى تساوي إن الطفل هيتولد بدري، يتولد في الشهر السابع أو يتولد في الشهر الثامن، يتولد حجمه صغير، يحتاج يخش الحضانة، فدي تكلفة اقتصادية عالية جدا. ممكن أصلا لما يخش الحضانة مش شرط إن هو يكمل. يعني وجدوا إن الوفيات اللي حصلت في الأطفال لسيدات كانوا حوامل وعندهم كورونا هي مش بسبب الفيروس بس، هي بسبب الولادة المبكرة. يعني الست حامل ولدت طفل، الطفل بعد كده توفى. هو الطفل لم يتوفى بسبب الكورونا بس هي الطفل توفى بسبب الولادة المبكرة. هي بسبب حالتها الصحية السيئة اضطروا ان هم يولدوها في الشهر السابع، الطفل دخل الحضانة ما قدرش يكمل. فنقول انت لما تحمي نفسك من الكورونا انت بتحمي نفسك من الولادة المبكرة. يا دكتور سؤال اخير يمكن سيدات كتير بيسألوه، هل تم الابلاغ عن اي حالات مثلا حصل لها اي مضاعفات وهي حامل بعد ما اخذت لقاح كورونا؟ نقول ان هو بناء على الدراسات اللي اتعملت في الولايات المتحده الامريكيه، هو وصلوا في الاخر للتوصيه ان التطعيم امن لان هو ملوش علاقه او مش هيسبب ضرر. يعني هل يا ترى التطعيم ده هياثر على شكل الطفل مثلا، هيعمل تشوهات، هيعمل عيوب خلقيه؟ كل الكلام بيتقال على ان التطعيم امن. بس نرجع دايما نقول هو القرار ان هي المريضه بتقعد مع الدكتور بيتكلم معاها. بس زي ما قلنا ان احنا التطعيم مهم، التطعيم امان، التطعيم فعال. صحيح. كل شكر ليك يا فندم دكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق واستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، شكرا جزيلا لك.